فاربروك يكشف طبيعة السلاح الأمريكي الذي طلبت الرباط نسخته المطورة والذي سيتسلح به الجيش المغربي قريبا. قبل أن نذهب إلى التفاصيل متابعينا، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الأخبار والثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم. كشف منتدى فارماروك نوعا وطبيعة السلاح الأمريكي في طريقه إلى الجيش المغربي. كانت قد طلبت الرباط نسخة معدلة ومطورة منه، وذلك في وقت تزداد فيه التوترات السلاح الأمريكي إلى الجيش المغربي. وفي التفاصيل، كشف منتدى فارماروك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن القوات المسلحة المغربية تتهيأ للحصول على دفعة جديدة من دبابة متطورة من طراز أبرامز A2 معدلة وفق طلبات تقدمت بها المغرب في وقت سابق. وتعد الدبابة الأبرامز دبابة قتالية رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بسرعة فائقة وقدرة مناورة عالية تتواءم مع أصعب التضاريس والمناطق الجغرافية التي تعمل بها. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه الدبابة لها القدرة على إطلاق القذائف بالثبات، وحتى في حالة كانت تتحرك بسرعة كبيرة وبدقة عالية جدا. كما تم تزويد الدبابة بجهاز الإطفاء الحريق يعمل بالغاز الهالون. ووفقا لما أفاد به الموقع ديفنس المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن الجيش المغربي يتسلح حاليا بأكثر من 200 دبابة من طراز الأبرامز M1A1، وهي أفضل دبابة تمتلكها القوات المسلحة الملكية. وبدورها نشرت صحيفة الأيام 24 الخبر ذاته. فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الجيش المغربي بتنويع واردته من السلاح وعزمه على تعزيز قدراته الدفاعية بقطع حربية نوعية، إذ قامت الحكومة بتخصيص 12.74 مليار دولار لشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية بارتفاع بلغ قدره 510 ملايين دولار عن الميزانية السابقة لسنة 2021.